كاني جو سيام دي بور تنحلو سيام و تاي نو دو تاي جو سكا لي عند جو سكا مخبية تاي زبدة و تاي بني سكا ديك الليلة تاي تبنى سكا و عاد تاي زيو لغدا تاي زو كوا و تاي عملو فيها كلوم لوراد و الكواخ و تصور كل واحد و يستعمل في السكة ديالو و زي شمونه يامين تمنيام كلها وحنا في السكة تاياكلو الناس الكبار تاياكلو تمنيام كلها في السكة و اللي ما حبش تاياكل في الدار كنا تنجدو تنعملو السكسو بالحليب بركوكش تنعملوه بالحليب وبالزبدة وكنا تاكلهم تايدوكوه وتنعملوا الخبز تنعملوا الخبز بالبيض بالبيض تنعملوا فص منهم البيضة مسلوكة في كل خبزة تنعملوا وخارك في العشية تيجي بعلى بيض تيجي يعمل الموسم داك الخبز تي فيه دوك البيض وتعطي لكل واحد يدوك وكنا تنعملو الخبزة كتانة وفيها البيتزا فيها فيها البيضة بس تنعطيهم للدراري الصغار ملي كان يزوجو ديك البيضة من الخبز كان يقولو هادي عين هرمان كلهم كلشي تيعرفو هكداك بالعربية